برخية ولاء والإخلاص حاجة البتول نائب رئيس جمعية طوال المسيح الخضراء لوحدة والتضامن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بوجمادة محمد رئيس المنظمة المغربية الإنسانية للإغاثة والإرشاد بمدينة الدار البيضاء عمالة مولاي رشيد. الحمد لله اللي جيت في هذه المسيرة الوطنية التضامنية للصحراء المغربية باعتراف امريكا بالصحراء المغربيه، وكنشكروا بعدا الرئيس الفيدراليه ديال فرنسا واستاذ ديال الرقيبي للجاليه ديال ايطاليا اللي داروا معنا هذا الاستدعاء الحمد لله الوقفه هذه. وكأنا كبطل المغرب اللي قطعت المسافه بين مدينه الدار البيضاء الى مدينه العيون الصحراء المغربيه 1100 كيلومتر 33 يوم مشيين على الاقدام اللي مشيت لعيون الصحراء المغربيه، والحمد لله كانت رحله ممتازه. وكنشكروا صاحب الجلاله الملك محمد السادس ناصره الله على هذا الاعتراف، وحنا فرحانين، حنا فرحانين الحمد لله لان والدينا وطنيين وبقينا وطنيين من الصغر ديالنا. وكنشكركم، كنشكروا هيبه بريس لشعارنا الله الوطن الملك. هذه 75 عندما كنت مشارك في المسيره الخضراء، وهذه 2016 فاش بديت النشاط ديال هذا التعريف بالوحدة الترابية داخل الوطن وخارجه. كانت 120 دولة لمحاربة الفقر في إيطاليا وشاركت في هذا البوندرول هذا، والعالم كله والقناة الأولى وكل شيء داك الشيء في التلفزيون، وشاركت مع الجالية الفلسطينية اللي متشتة في أوروبا 1500 ديال الفلسطينيين، وكانت الجزيرة شادة من 9 الصباح ل 7 ديال العشية، وداروا معايا حوار على هذا الكتاب. هذا هو الكتاب كله مطبوع هنا، الأنشطة كلها اللي كاينة هنا. نعلم أبناء الجالية كيف يتعلموا على المواطنة ديالهم. وعبد ربي أنا شاركت في المسيرة الخضراء معجزة القرن العشرين، هذه معجزة القرن العشرين زدت عليها لأن شاركت كصحفي في المسيرة الخضراء. وجينا من أوروبا باش نشاركوا هذا الحفل ديال الانتصار ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسيادة الرشيدة اللي جعل الاعتراف ديال الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء المغربية. والصحراء دائما كانت مغربية، ومن طنجة إلى القويرة. بحمد الله معكم الأخ نصر الله صلاح الدين، فيدرالية ودادية العمال والتجار المغربية بفرنسا. جينا من فرنسا باش أزروا هاد الإخوان ديالنا ونفرحوا معاهم هاد المتطوعين ديال المسيرة الخضراء. وجينا حنايا باعتراف أمريكا بالصحراء المغربية، والصحراء ديما غتبقى مغربية، أحب من أحب وكاره من كاره. وكيبقى شعارنا ديما الله الوطن الملك، والصحراء المغربية غتبقى ديما مغربية، أحب من أحب وكاره من كاره. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.